تكوني مصر الجديدة وهذا خطوته خط قطار استاد الدفاع القوي. أيوة هو استاد 30 يونيو. تابع استاد رياضي طبعا. استاد رياضي طبعا تابع لمباريات أو نادي الزمالك يعني. نادي الزمالك هنا. بيكون فيه منتشر باستمرار. كل هاي مسألة محور المشير. محور المشير. محور المشير طبعا. هي هاي القاهرة الجديدة تختلف عن القاهرة القديمة طبعا. التصميم والبنايات والشوارع مختلفة تماما عن القاهرة القديمة. هي منطقة تعتبر منطقة الناس الهاي. هذا مول جديد. ده محور جديد اصلا اسس عمله اسمه محور جيهان السادات. جيهان السادات تخليدا لاسم طبعا السيد جيهان السادات. وده هيبقى طبعا مول ومجمع كافيهات ومجمع مطاعم. هتبقى حاجه حلوه قوي يعني. كمان قرب المسافات يعني وفر وقت كتير قوي في الطرق. احنا مثلا رايحين وسط البلد رايحين التحرير. مش هنطلع بقى على مدينة نصر ولا هنروح مصر الجديدة ولا الدائري. لا هو عمل محاور اللي احنا نروح طالعين على وسط البلد على طول. والله من شبرا مثلا لاكتوبر ما بيخش ساعة. المناطق اللي حوالينا ديت مناطق عشوائية اسمها ممشية ناصر والدويهة. هو طبعا اخذ منها للطريق بتاع جيهان السادات. هو عمل المحور دوت في اقل من 6 شهور. ما شاء الله هو سريع بجد. في اعمار يعني في اعمار اعمار وعلى قدم وساق. ما شاء الله. اسمها مقابر. مقابر اللي هي اسمها بالمصري كده تراب الغفير. تراب الغريف الغفير. ديت قديمه قوي 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 يعني. هو لسه طبعا مصين ومبيض وعامل لما المحور اتعمل. أيه. يعني ما كانش شكلها كده. ادها منظر جمالي برضو شويه. أيه. ولكن هي قديمه من قديم الازل. يعتبر في وسط البلد المقابر دي. بعد ما عمل طريق يعني عمل طريق عمل طريق وزينها يعني. قلعه صلاح الدين. وده مسجد محمد علي باشا. مسجد جوه القلعه. ايوه احنا ماشيين في طريق مهم قوي على فكره في القاهره اسمه صلاح سالم. طريق صلاح سالم هو طريق بيبدا من مطار القاهره. نعم. لغايه ميدان الجيزه مرورا بقى بالقاهره والمنيل والجيزه كله. صلاح سالم شريان مهم جدا. شريان مهم. ايوه طبعا. المنطقه اللي احنا فيها اسمها منطقه الدراسه. منطقه الدراسه منطقه عاليه يعتبر لما الازهر بركع قدامنا شويه على ايدنا اليمين. نعم. القلعه بوشنا. قريبين جدا من مسجد السيده عائشه. نعم. وبعديه مسجد السيده نفيسه وبعديه مسجد السيده زينب. المفروض ان احنا دلوقتي هننزل نفق الازهر. نفق الازهر دوت نفق طوله 3 كيلو بيبتدي من صلاح سالم زي ما احنا كده وبيخرج في شوارع وسط البلد على ميدان الاوبرا. ميدان الاوبرا. ايوه احنا كده داخلين النفق. هنبتدي نلف بقى على المساجد القديمه اللي هي المساجد زي جامع السيده نفيسه. نعم. جميل جميل ممكن نصلي فيه الظهر. مسجد السيده زينب برضو الساحه بتاعته حلوه. عايزين نركن العربيه في الساحه اللي جنب السيده زينب وننزل نتمشى شويه في الشوارع والحواري بتاعت السيده زينب. عايز اوريكم جعفر العمده كان ممكن بيقف فين. عايزين مثلا نشوف الساحه بتاعت المسجد قد ايه. شارع مهم قوي هناك اسمه شارع السد. في السيده زينب مشهور جدا. اي حد في العالم يعرف شارع السد. في بقى محلات كتير قوي شعبي كده وحاجات نتفرج ونلف. بس انا عايز الاول افرجكم قبل اي حاجه المتحف. يعني انا عايزكم تشوفوا المتحف المصري تتمتعوا بيه
وبعد كده ايش اسمها المنطقه؟ احنا دلوقتي في منطقه وسط البلد داون تاون. داون تاون طبعا من اهم مناطق القاهره. وسط البلد بتتميز بشوارع مميزه وبنايات قديمه على التراث الانجليزي، عمرها بيرجع لاكثر من 1000 سنه. منطقه وسط البلد دلوقتي في شارع اسمه شارع عدلي باشا. عدلي باشا من اهم شوارع وسط البلد برضه. تمثال طلعت حرب. هسه شارع طلعت حرب وصلنا. ده اول مؤسس لبنك في مصر. ايوه يا عم طلعت يقول لي عدلي امام. طلع ايوه عجبك كده يا عم طلعت؟ عجبك كده يا عم طلعت. هو هاي طلعت حرب وهاي وسط البلد. ايوه. الفنادق هنا رخيصه. فنادق وسط البلد. هي برضه فنادق وسط البلد درجات، تلات نجوم واربع نجوم وخمس نجوم. هاي شو اسمها هسه؟ دي ده ميدان التحرير. دي مسلة. ميدان التحرير. كان ميدان بعد ما تطور وتعالى. هنا الثورة بتاعته. الثورة كانت هنا. ميدان التحرير. كل مكان في الميدان كان في ناس قاعدة وناس فرشة. هذا ميدان عبد المنعم رياض. رجع منها من رياض، كان احد قيادات الجيش واستشهد على الجبهه سنه 73، وده بيدل ان هو يعني ما كانش قاعد في مكتبه. ده الميدان بتاع منعم رياض اللي فوقنا ده كوبري 6 اكتوبر من اشهر كباري القاهره طبعا. لازم يكون عارف كل حاجه في مصر. بالظبط كده. عيب يعني ما يعرفش مصطفى عندنا. هذا المتحف المصري اول مكان راح ندخل له، هو اقدم متحف في مصر. مو مصطفى اقدم متحف في مصر هو المتحف المصري. يلا خلينا نبدا الصوره من برا وبعدين هسه ندخل ونصور كل شيء. ها مصطفى انت وين هسه؟ متحف المصري القديم. تعال خلينا نشوف هاي الآثار. يلا خلينا نصور. هاي المقابر الفرعونية القديمة. تمثال قديم. تمثال راكع. تمثال راكع هذا يسموه. شوف بعد هذا مومياء هنا. أنا جيم. هذا تابوت خالي طبعا، مو هاي التوابيت مالتهم كانت. هاي مسلات كلها يعني تعتبر مسلة. بالحياة هاي الكتابة المصرية القديمة الهيروغليفية يسموها، كتابة مالتهم كانت بهاي الطريقة. عبارة عن رموز، كلها رموز. كتابه وين كان يصير؟ على الحجر.
يعني من تكتب كلمة على الحجر. يلا نشوف بعد شكو هناك. هذا تمثال الكاتب، كلها عبارة عن تماثيل. هاي كان كل شيء هناك مجموعة من التماثيل مسجلة بالمتحف المصري هذول. هاي تماثيل هنا، خلينا نشوف هذين شنو هنا. تماثيل مصرية ابنة الملك، هذا هنا تمثال. هذا بقى عشقد حلو، شو اسمه هذا؟ اقرا لي شو اسمه؟ طبعا ما يحتاج هنا دليل ولا رسم، تجي هو كل شيء كاتبي لك عليه. هذا تمثال، هذا تمثال بدون راس، بدون راس، هذا هو كاتبي لك كل شيء. هذا تمثال لسيدة، تمثال سيد حق كله. اي هاي كتابة القديمة أو وصية، هذه وصية قام أم نفرتيتي، هاي وصية كانت كاتبتها. شوف الوصية كانت كتبها هيجي، فباقي محفورة حفروة هاي بالضبط. يلا خلينا نكمل جولتنا، المتحف كله كبير. هاي لوحة جدارية للمدعو سيبي، لوحة جمال المدعو أنحرت نخت. شوف هاي كلها لوحات جدارية. هاي لوحة جدارية، هاي لوحات جدارية. هاي صورة يمسك عصاية، هم كاتبين يعني شرح على الصور كلها، كلها مشروحة بيها تقدر تقرا. هذا شنو مصطفى؟ ثلاثي للملك راحمور. هنا تمثال شندون، شندون كلها هاي هنا كلها تماثيل فرعونية. تمثال مزوج للمدعو مرمون خان، مزوج للكاتب اسماعيل. هذا المدعو سقط خسفي، هذا هنا خسفي، هذا هنا تمثال ثلاثي اسمع نصوص. هذا هذا تمثال عين خاء، عين خاء
هذا تمثال كلهم دول فراعنة عاشوا بالعصر الفرعوني، كل واحد له تمثال، أو تمثال يعبر عن الفرح، تمثال يعبر عن الحزن. هذا نفر حرب آن جناح، هاي هو طبعا باللغة الإغريقية هذا الكلام. كلها تماثيل، كل واحد اسمه، طبعا كلش حلوة. هاي جداريات الكاملة، والجدارية كاملة. يعني كل واحد كل تمثال وله اسم، كل تمثال له اسم، بس هو متحف مرعب. هذا هنا تمثال كبير. هذا تمثال من مقبرة، من طلعي هذا كله جدارية كاملة من مقبرة. مقبرة هي آن. وينه؟ شو قاعد تقول؟ ساروع وكتابته الملك ساروع، صير ساروع، صير سريع. هاي رعمور، ملك رعمور، هذا وجه رعمور. هاي منو مصطفى؟ ايش بدريك منو؟ اسماء غريبة كلها. هيا تمدعو باب وحبيب يلا سلم عليه. هذا نفر افرع اسمه مكسورة ايده مقطوع ايده. هذا همين قديم، كلها تماثيل قديمة. هذا الملك بيبي الثاني، يعني زين اللي بوا ما محفوظ من شان جورجيا. تعال شوف هذا منه بس راس باقي. هذا هذا وسر كاف. شوف ذني شقد حلوات. منكوع وراء هذا. لا هذا جذر. جفرة. فرع. هذا. هذا تمثال صغير ملك. هذا. هذا تمثال
العامل يمكن المصري هذا القديم او العامل الفرعوني. من يطلعوا يتحطم يلا مصطفى تماثيل كل شيء وايد ترى كلش حلو المتحف كلش حلو واسع يعني الله روعة بس هاي يفيد دراسات التاريخ هسه والماجستير كله هنا طلبة الماجستير والتاريخ لأن هذا المتحف المصري القديم كل شيء فيه مع مال الفراعنة الدنقة هيجي حتى هذا مال الفراعنة اي تعال تعال اشوف هاي كلها كتابات بابا الله هاي اكو ناس هسه تعرف تقراها تدري الخط هذا الخط القديم علماء التاريخ والدكتوراه والماجستير كلهم هنا يعني كلهم علماء اكثرهم من خارج مصر طبعا هاي مجموعه من الاحجار النادره مصطفى قال لنا عليها تماثيلك هناك مش نروح له هذا التمثال شفت حلوان دني دني هيك واحد خالي بس كبار هاي التماثيل كبيرة ما هذا ايش قد حلو هنا هذا مال كهنة كاهن اقرأ تمثال مالش مال كاهن ها الشيخ هنا وكاهن مع الكهنة القديمين كاهن مصر القديم تماثيل هاي هنا تماثيل خشب خشبية يكون هذني تماثيل خشبية هذا امتثال خشب ها؟ كلها تماثيل خشب هذني خاصة ليه سباقي؟ يعني هذا عينه؟ لا صناعيه هسه من تخلي الضوء عليه شيء يصير لو سمحت اضاءة عليه يضوي بارك حقيقي تظهر انها حقيقي بس يعني كانه حقيقي هاي صحيح مال العرموط الشمسي تقمعنا وتطلع تضوي عيني صحيح يعني اكو شيء يعني تضوي عينه وكذا من تصير عليه ضوء الفيلم مال العرموطي الشمسي تقمعنا الشمسي تقمعنا والله لو سمحت الشمسي تقمعنا شكرا استاذ شكرا جزيلا شوف هذا التمثال هنا حتى واقع المعالم مال وجهه الخشم ورجل هذا خشب ولين خشب فالباقي من عنده جابوه هذا لا حجر ممكن يترمى من حجر هذا همين هنا كل احجار هذا حجر هذا تعال شوف كم طن هذا شلون نحتوه وشلون سواه؟ حلو. شغل فجيرة وصحيح. ما بعد انا همينة. هاي لونك هذا واقع خشمه. هاي كلها هنا تماثيل قديمة. هذا امتثال قديم.
عملناها مجموعة تماثيل، هي عبارة عن غرف كل غرفة فيها تماثيل ما تخلص. ها ما تخلص هاي باوع ما شاء الله، كل هاي احجار هاي الحجم كبرى. هذا التمثال ما باقي معالم به واقعة. ما يعرفون اسمائهم فخالين بلا اسم. هذا راس الملك سالسوس ما شو اسمه، هيك اسماء يعني فلا فرعوني. هذا شنو هذا يا بابا؟ هذا غير تمثال، تحف تحف كلها تحف هنا. خلينا نكمل جولتنا بالمتحف المصري القديم. هذا المتحف المصري القديم، بعد اكو متحف ثاني متحف الحضاري ذاك الحديد، بس هذا اقدم متحف. بع هذا نانا همينه و مثل اسد او هيك شيء شكد حلو. بع هذا الثاني هذا هنا همينه، بع هذا. يلا مصطفى، هذا تمثال خشب، تمثال خشب هذا. هذا هنا دي يشرح لهم عليه، هذا تمثال دي يشرح لهم عليه. انا وفد من كوريا ليش راح يلعب عليه؟ بعد التمثال متحف كبير، متحف ضخم. يلا مصطفى خليه يكمل. التماثيل جد حلوة مصطفى. طبعا اكو هنا يجون عندهم دراسة مصطفى، دراسة دولة يعني عندهم بحوث هنا، فوياهم دليل وشرح يشرح لهم جنسيات اخرى يجون. هذا التمثال هذا من خشب بس هذا مرعب. هذا لا حجار. لا خشب بقى جد حلو. اكو بيهن يعني ماكو راسه او شيء يعني. هذا هو مالتهم يعني، كانوا الصور مالتهم الاشياء بالاحجار، كله بالاحجار والصور اذا يريدون مثل عفوا شيء يعني يظهروا للعالم مثل هيك يكون مثل هذا التمثال. يعني تماثيل وتماثيل كل شيء، للخدم للشرطة للجيش للعرس حتى الأعراس مالتهم للعائلة. هاي صورة هيك يعني تمثال، بس هذا شلون عباك عائلة؟ كل شيء يعبرون عنه بيش بالتماثيل، بالنحات والتماثيل. بس اكو تماثيل مثلا معروفة مثل هنا، بس هذا الملك تحتمس. هذا الملك تحتمس يعني معروف، تحتمس الثالث. بس هذا راس الملك تحتمس الثالث كان حاكم مصر. يعني اكو تماثيل مشهوره واكو لا، يعني تماثيل تعبيريه تعبر عن شيء بس حلوه. بعد عندنا طابق فوق، الله عندنا بالمتحف. طبعا هو طابقين، المتحف عبارة عن طابقين وغرف يعني
تفتر هسه هاي ما عندها هنا هسه جداريات كلها لني كلها جداريات هاي وغرف كل غرفة مسؤولة عن مثلا فد عصر من العصور هسه هنا عندنا تماثيل تقريبا كلها شوف هاي هنا أحجار أحجار قديمة أو شغلات فرعونية حلي فر شغلات فرعونية هاي كلها حلي أحجار القبل هنا همينة ها ما هذا جد تمثال صغير خلي نشوف هنا شكو بعد هاي همينة مجموعة أحجار هاي أحجار نادرة كلها أحجار نادرة هاي هذا المال مكسور منين مال منين من فراعنة مالتهم هذا هنا تمثال بلا رأس عندهم هواية هذا تمثال بلا رأس يعني أحجار طينية هذه يسموها طينية؟ اي هاي بالجيولوجي جماعة الجيولوجي تفيدهم أنواع الأحجار وهذا أرقامهم كل واحد ورقم به ايه دراسة جيولوجية علوم الجيولوجي وين شو شوف هذا باع تابوت كامل باع مصطفى هنا هذا تابوت كامل شنو محنات هذا ايش علوه؟ اصبروا هاي نفسه هذا نفس القبغ مالته مال هذا ما يشربون على كل شيء مع هاي بوابة مال واجهة مقصورة واجهة مقصورة هاي يعني مقصورة شنو اللي يقعد بيها الملك؟ هاي الواجهة مالته ها لوحات كلها بالأحجار هاي الكتاب القرآني القديم تابوت هذا كله تابوت عمالقة كانوا هذا مومياء هذا مومياء مومياء ايش طول هذه هذا مومياء هذا تابوت هذا تابوت تابوت هذا شنو خشب شنو طين تعال نشوف بعد التماثيل البقيه يلا مصطفى خلينا نشوف بعد نعم هذا بقى غير تمثال همين غرف اوه غرف هذا تمثال حلو هاي هنا غرف هنا هذا ما في مجموعة حلوة هنا غرف هذا هاي رأس النسر ورأس
كانت حلوة هذه. هذه اكو ذاك راس القرد. متحف ضخم كلش كبير، تعال شوف هنا. يعني شوف هذا هني، هذا حلو خالي بسياج واحدة. هو بعد ذاك التمثال، التمثال مال ثعبان مسوي بعض. هذه تماثيل إغريقية، هاي حضارة إغريقية، هاي كلها حضارة إغريقية ترى، هاي مو فرعونية، حضارة إغريقية. يعني هذا هرقل بدون رأس، هنا هذا رأس من بلاد النغار، رأس النغار. هاي حضارة الإغريقية، هاي بحاضة تمثال كله مغريق. هذا تماثيل، هذا رئيس زيوس. عزوز شبيك مال إله الحرب، هذا رأسه زيوس آمون. هاي كلها حضارة إغريقية، مصر القديمة هم كان إغريق. بس هذا واقع الراس مالي يتحرك بيه أحسن. وهذول هنا احلى شيء يميز مصر شنو؟ متاحف حضاره قديمه، حضاره فرعونيه القديمه. تشوفوا هاي الكتابة اغريقيه باو، تختلف عن الهيروغليفيه. هو خالي لك هاي الهيروغليفيه هنا، وهاي الاغريقيه باع الفرق مع نوع الكتابه، باع هنا غير لغه. ها غير لغه. يلا هاي حضارة رومانية، هاي الحضارة الرومانية همينة. حضارة رومانية اكثرها هنا. هاي الادوات مالتهم كانوا يستعملوها. ها سيوف اكو، تعال نشوف. هاي هنا ادوات، هاي جنطة والجلود مالتهم كانوا يستخدموها، والجنطة مالتهم أدوات، يعني استخدام هذه استخداماتهم، هذه كلها أدوات هنا استخدام.
بس ولا حولي أو هيك ثقيلة كلش. ثقيلة إيه، لا مع السيوف مالتهم. مع السيوف مالتهم مش كبرة، خلي إيدك خلي يشوفون المتابعين مش كبرة. شلون كانوا شنو هذا تحرم؟ صار معهم زين قديم. هاي أدواتهم. هاي بس. هاي حلي متحف روعة يعني. بعدها نشوف هناك شكو. ما هذا؟ هاي العربة. أكثر شيء هذا الطابق كله الأدوات مالتهم واستعمالاتهم. عربة فرعونية قديمة. ذاك الكرسي فرعوني. هاي سرير فرعوني. سرير فرعوني. قديم هذا مال اطفال. هاي اسره هنا كلها اسره. هاي سره فرعونيه قديمه. هذا موميو. هاي مومياء مصطفى. هذا حقيقي مومياء؟ اي حقيقي بشر محنط. هاي شنو؟ هاي كلها مومياءات. يلا تابوت ايش كبره هذا. ها مقابر ملكية. ها المقابر الملكية هنا. شو موميات؟ هاي مومية. شوف هذين كل الموميات. ما تنظيف هاي يهفون بيها تفني فنكي للملك. هاي منظر المتحف من فوق.
شاء الله ضربة هذا مش كبرة هاي قد الطابقين بس ننزل ناخذ صور هناك يوم. هذا المتحف من فوق هو عبارة عن طابقين هذا الطابق الثاني احنا بيه هسه الطابق الاول جوا والمطوب يصير بوجهك هذين هاي توابيت هنا اكو مومياءات يمينه كل حلي أدواتهم يعني مصرف كل شيء نقدر صورناه سوى أكبر من ما التصوير وايد كل شيء وايد قدر الإمكان صورنا أكثر عدد إن شاء الله يستمتعون المتابعين يعني حقيقة اللي يجي يريد يشوف تراث مصر لازم يجي المتحف المصري. متحف المصري القديم. هاي هنا طريقة عيشهم شلون كان. طرق المعيشة كلها. شكد حلوة هاي. وهنا هاي صيادين هنا. هذا من يطلعون حروب أو صيادين دولة كيف الصيد هذا الصيد هذا الجيش مالته جيش البحر فرعوني هذه همينة نفس الموضوع جيش الفرعوني هذا كله جيش هنا طريقة معيشتهم هذا شلون طلعوا ما يسوون خبز يعني هذا تماثيله مو مسويه بالطين مرتبيه هنا همين خلنا نشوف هاي شنو هاي بيوتهم الزيت مالتهم غرفه وهيك يعني مفتوحه حتى من فوق هنا مفتوح لا على مود الصوره انت تعرف شكو جو هاي هنا الطريقه اللي صعدوا بها الاحجار هاي احذيتهم القديمه بعد مصطفى هاي هنا نسوي قرابين هاي هنا القرابين شلون نسوي لها طقوس القرابين وبعدين ياخذوهم وهنا هاي شلون يقفلهم يقفلهم القرابين بالمي او كذا هاي تماثيل هنا مصرية القديمة فرعونية القديمة هذه احجار كلها احجار خاصة احجار خاصة هنا هذه احجار خاصة شنو الاحجار مصطفى؟ هذه حربة شنو هاي؟ احجار على شكل عين وكذا كلش حلوة هاي مومياء جثة حقيقية هنا شايف داخل جثة حقيقية فيلم رعب هسه يقعد لنا هاي العملات المصرية كلها قديمة من الفراعنة لا مو بس هاي الملك فاروق ابني من الملك فاروق و كل العملات تقريبا بعد وين من الفراعنة بس الشمس تعكس ما يبين هسه يبين اي هاي عملات كلها مصرية هاي ادوات مصرية هنا مصطفى شنو التماثيل؟ هاي كلها هاي صورناها من فوق هسه قبل شوية بالطابق الثاني. هاي قطعة الهرم المكسورة. قطعة بالهرم انكسرت جابوها هنا. تفضلي. وهاي التماثيل كلها تماثيل ضخمة. قفوا هنا خلي شوف هاي التمثال ايش كبره بالنا اوه هذا هذول يمكن كانوا يحكمون مصر هم هذول ملوك مصر اي
او ملوك الفراعنه، ملوك الفرعونين. اكو هناك صور، خلينا نروح نشوفها. هاي الحضارة الفرعونية، هاي تمثال ملكة بلطية، مش ملكة بلطية، ملكة بلطية يعني من بلطية. هذا هنا همينه صور، وهاي تماثيل كبيرة، وهذا أكبر تمثال خالي بالباب طبعا بالوجه. رحلة كلش حلوة، وقدر ما هم نقدر نصوره، وهاي آخر تصوير هو التمثال الكبير. شكرا المتابعين مصطفى تايكوندو ولو جيم، وإن شاء الله عجبتهم هاي الرحلة. هذا هنا وزارة، هنا وزارة خارج المتحف المصري القديم، كل شيء. بس احنا الوقت أخذنا مصطفى بالمتحف. كلها هنا أنا بشارها. هاي فتحة يعني Ja, das ist ja von mir. Ja, mit meiner Frau.